بنجدد التحية والترحيب مرة تانية بكل حضراتكم. في الفقرة دي هنتكلم عن رياضة وفن مدموجين مع بعض، ومش أي فن، احنا بنتكلم على فن يعتبر من أرقى الفنون على الإطلاق وأكثرهم قدرة على التعبير بشكل سلس وجميل جدا، فن الباليه اللي بيتميز طبعا بكتير جدا من الخصائص اللي هنتكلم عنها من خلال هذا اللقاء. وبطبيعة الحال ليه تاريخ كبير جدا، وزي ما قلت لكم واحد من أرقى الفنون على الإطلاق. هنتكلم عليه أكتر مع نجمتين من باليه النادي الأهلي، اتنين من جميلات النادي الأهلي، حتى أسمائهم جميلة، منورنا في الاستوديو روان محمد ورناء علاء. منورنا صباح الفل. صباح حضرتك، أخباركم إيه؟ تمام. إيه الأسماء الحلوة دي مبدئيا؟ روان ورناء. معانيهم ايه كده قبل ما ندخل بقى في الباليه وتفاصيل؟ روان معناه نهر في الجنه. معناه نهر في الجنه. اوكي. ورناء الجمال. اوكي، اهلا بيكم، وانتم فعلا رموز للجمال وللفن الراقي. عايز اعرف منكم بالترتيب كده، روان قصتك وبدايتك مع الباليه. الباليه انا بداته اول ما فتح في النادي الاهلي من حوالي 6 سنين. أوكي. هو فتح في 2015 او 14. انا بداته في النادي الاهلي، كنت لسه يعني كان حوالي عندي، كنت في ثانيه ثانوي ساعتها. بداته من ساعتها وما فكرتش ان انا كبيره والكلام ده كله. بداته هناك في الاكاديميه مع كابتن سماح عباس ومع كابتن سالي عباس ودكتور ساندي عباس. ودخلنا في حفلات كتير، يعني بعد ما اول ما بدات الباليه بدات حفله بعد 5 شهور او 6 شهور، وفضلت مكمله في ثانويه عامه وفي الجامعه لحد ما اتخرجت. ومن حوالي سنه بدات ابقى اسيستنت معاهم كمان، يعني بدات اطور من نفسي في اكتر. ودخلنا في حفلات كتير جدا، حوالي 4 أو 5 حفلات في النادي الاهلي. ودخلنا مهرجان، ودخلنا مهرجان اسكندريه. ودخلنا ايه كمان، كل الافتتاحات اللي بتيجي في النادي الاهلي احنا اوريدي بنشارك فيها. اوكي. طب وفي حالتك انت بقى يا رناء؟ هو انا يعتبر نفس الكلام، بس انا بقى كليه تربيه رياضيه، فده شجعني ان انا ادخل الكليه وادخل قسم باليه واتخرجت. لا بطله كمان، مش اي دخله يعني. طبعا بالظبط. بس وتخصصت باليه نفسه في قسم باليه. اوكي. وعملنا حاجات كتير بجد. طب ليه ما اخترتوش رياضه من الرياضات اللي عاده البنوتات وهم صغيرين بيفضلوا ان هم يمارسوها؟ هو انا عن نفسي انا اتمرنت حاجات كتير قوي، بس حسيت ان انا لقيت نفسي في ده. انا ده اللي انا عايزه اكمل بالظبط. يعني كلمه لقيت نفسي ممكن تبقى مطاطه شويه، فلقيتي ايه بالظبط فخليت وانا جوه تقرري لا هو ده اللي انا عايزه اعمله بعد كده؟ وانا جوه حاسه اللي هو لا، يعني ده اللي انا عايزه اعمله. بطلع قدام ناس كتير، ساعات بيجي لنا وقت اللي هو انتوا عندكم عرض بكره، انتوا لازم تعملوا الكلام ده بكره. بنتمرن على حاجات جماعيه وحاجات فرديه برده، يعني بنخش في كذا حاجه، يعني مش يعني في العاب تبقى اجباري ان هي فردي. وانت كمان يا رناء لقيتي ايه في نفسك يعني خلاكي قلتي لا انا عايزه مش بس ان انا امارس الفن ده، لا ده انا كمان اتخصص فيه وادرسه؟ يعني لقيتي ايه فيه كان مشبع يعني بالنسبه لك؟ يعني هم حببوني فيه، يعني عامه يعني معاملتهم لينا كانت مخلينا ان احنا يعني نبقى مبسوطين بان احنا بنأدي الحاجات دي، رقصات وحاجات، برضو بنعمل حاجات فور فن وحاجات كده، فده مخليني ان انا احب حاجه اسمها باليه. يعني بالمناسبه، هل في الباليه يعني انا يعني كلها طبعا عروض واستعراضات، لكن هل في اطار تنافسي؟ اطار تنافسي لا، ما فيش كده. في ما بين نفسنا في، يعني احنا كل سنه بنعمل زي تقييم، التقييم ده بنكون زي منافسه ما بيننا. أوكي. يعني في اللي بيطلع الاول، في اللي بيطلع الاول مكرر، في اللي بيطلع الثاني، يعني احنا زي المدرسه، احنا عندنا زي كل سنه زي تقييم على كل اللي احنا خدناه. اصل دايما بنقول ايه عروض باليه، نادرا ما بنقول كلمه مسابقات باليه او بطولات باليه. يعني مثلا دخلنا كمان في الاوبرا في حاجه زي تقييم كده عشان نعدي حاجه فيه، يعني ده برضو كان بالنسبه لنا زي منافسه اللي هو انتوا هتعدوا في التقييم ده ولا لا. ده غير طبعا اللي احنا التقييمات اللي بنعملها كل سنه عندنا في التمرين، ده عشان يشوفوا مستوانا بقى احسن مش احسن، ما بيني وما بين صاحبتي يعني اتطورت عن السنه اللي فاتت ولا لا والكلام ده. هل بيبقى في تحفظات من الاهالي مثلا ان بناتهم يتوقفوا عن ممارسه الباليه او الجمباز او السباحه؟ في رياضات معينة أو فنون معينة يمكن بيبقى فيه شوية تحفظات ليها خلفية ثقافية أكتر،
فهل انتوا واجهتوا النوع ده من المشاكل مع الاهل؟ لا، انا اهلي الصراحه مشجعيني جدا، يعني ادخلي، لا روحي، قدمي الحاجات دي. بجد كانوا يعني هم في ظهري، يعني عامه يعني مش بيخلوني اقول لا ما تعمليش، ما ترقصيش، مش عارفه التوتي ما ينفعش انه عشان يبقى مفتوح كده، لا محدش قال لي. هل كان عندك تحفظ؟ لا نفس الكلام برضو، اللي هو اللي حباه وانت شايفه نفسك فيه كملي فيه. جميل. طيب ناويين على ايه؟ بتفكروا او بتخططوا لنفسكم في اللي جاي ازاي؟ تعالي نبتدي معاك. هو انا عن نفسي دلوقتي وانا اتخرجت، يعني انا لسه برضو متخرجه. شكلك صغير ما شاء الله، انتوا الاثنين على فكره مش مصدق، وسايبكم عماله تتكلموا عن الجامعه والثانويه عامه، شكلك ثانويه عامه. احنا الاثنين اتخرجنا. احنا الاثنين متخرجين لسه. حاجه عجيبه جدا. احنا على ايامنا كنا بنتخرج بشنبات ودقوق، بنتكلم على الشباب على الاقل، فواضح ان في طفره جينيه حصلت. موضوع مختلف خالص. يعني هو انا متخرجه من بزنس ادمنستريشن، بس لا هو انا شايفه ان انا عايزه اكمل في الاثنين، يعني حتى كاسيستنت في الباليه انا مكمله فيه، وفي الجامعه برضو من شغلي انا هكمل هنا واكمل هنا، وشايفه ان انا يعني محتاجه بقى احسن برضو، عايزه اطور من نفسي اكتر. يعني ما حسيتش خالص ان انا عايزه اوقف لحد كده وخلاص وكفايه. انا بالنسبه لي يعني ان انا ممكن افتح مكان، ان انا عشان كده انا خلاص انا اتخصصت باليه واخده شهاده معتمده من الكليه خلاص. انا عايز اسالك على الشهاده بالمناسبه، بس فضلت الاول للسؤال ده بس. فانا تخصص باليه، فانا افتح مكان حاجات دي بس، يعني ابقى زي كابتن سالي وكابتن سماح وكابتن. لما درستي الباليه بشكل متخصص، هل لقيتي، يعني عايزه اسالك على المردود الاكاديمي بقى، لما درستي الفن ده بشكل اكاديمي، ايه اللي استجد عندك؟ ايه اللي اكتسبتيه بعد الدراسه؟ هو يعني انا اكتسبت حاجات كتير بالنسبه للكليه، يعني ان انا ازاي ابقى واثقه من نفسي، ازاي ان انا ابقى عندي قوه سيطره للاطفال، بس في نفس الوقت ان هم يحبوني، يعني ما يبقاش تضاد ما بينهم. لا بجد. طب تعالي نبتدي الموضوع من اوله، عشان برضو لو في اهالي بيتابعوا اللقاء ده وعندهم بنوتات عايزين يبتدوا يمارسوا هذا الفن وهذه الرياضة، هل في متطلبات معينة لازم تكون موجودة، يعني جسمانية عضلية، النوع ده من الأمور؟ هو أول حاجة لازم تكون موجودة إن البنت تكون حابة اللي هي داخلها ده، عشان هو يعني هو شكله جميل حتى من بره، بس هو صعب، يعني صعب إن هو لازم يعني البنت تبقى حباه جدا وراضية عنه جدا عشان تقدر تكمل فيه. دي أول حاجة، ولازم الاهالي برضو يكونوا حابين كده ومشجعين كده، عشان هم لازم، يعني هي هيجي لها وقت واحنا كمان جالنا الوقت ده، ان احنا خلاص تعبنا مش قادرين، مضغوطين، لازم الاهالي يكون وراهم ان هم بيشجعوهم هتقدروا هتكملوا وهتطلعوا احسن صوره والكلام ده كله. فدي اول حاجه لازم تكون موجوده عندهم. تاني حاجه يعني ساعات بتبقى لازم جسم البنت يكون مشدود شويه، بس هو كده كده بالوقت بيبقى بيتظبط يعني في التمرين. انتوا عايشين طبيعي زينا كده في مساله الاكل والشرب، ولا عندكم محاذير معينه ووزن ما ينفعش تزيدوا عنه والنوع ده من الامور؟ اكيد يعني المنطق بيقول كده. اهو بصي المعاناه، بصي المعاناه اللي اترسمت على وشها في لحظه. محرومه من ايه؟ الباليه حرمك من ايه؟ هو انا مش محرومه من حاجه، بس هو انا بيجي لي وقت لازم اكون محرومه من حاجه، بس كتوتل لا مش محرومه من حاجه. يعني انا عايشه طبيعي جدا، باكل براحتي جدا، بعمل كل اللي انا عايزاه براحتي، بس بيجي لي وقت كده اللي هو لا لازم نوقف بقى لحد هنا، يعني لازم بقى نهدى كده شويه عشان حتى اعرف اتمرن ابقى خفيفه. ده كمان بنحسه يعني احنا بنتمرن. يعني كده في وجود لحله المحشي في حياتكم انتوا الاثنين؟ طبعا. عادي كل انواعها كمان، يعني موجوده كل انواعها عادي. صعوبات الرياضه دي او الفن ده ايه؟ هو يعني بالنسبه لي، يعني انا بالنسبه لي انا ما حسيتش بصعوبات عشان انا حباه، يعني انا اللي كنت بمرن نفسي في البيت. انت فكره ان انت تتحدي الصعوبات في حاجه انت حباها، ده بتزود محبتك ليها، بس مش معناها ان مش ما فيش صعوبات، ده اللي عايز اقوله. لا ليها صعوبات، في الم طبعا بالنسبه لجزمه البوانت. أنا ما بستوعبش فكرة إن أنتوا تبقوا واقفين على طراطيف صوابعكم، دي في حد ذاتها يعني أكيد هنشوف ده دلوقتي أكيد في الفيديو اللي إحنا بنتفرج عليه. بالظبط. ده جوه النادي؟ ده في قاعة البالي نفسها. هي دي البوينت. دي البوينت اللي أنا واقفة عليها. مثلا يعني مثلا.
بتحتاج برضو قوة واظن برضو في مساحة للاعصاب، ان انت لازم تبقى اعصابك نفسها كويسة. انت طبعا ادرى مني. احنا اعصاب، وهي حتى لو مش كويسة قوي عندنا، هو التمرين بيزودها ان هي تبقى احسن. يعني انا اول ما دخلت التمرين، لا يعني انا كان عندي مشكلة برضو في موضوع الاعصاب ده، واللي هو لا مش قادرة اتمرن كويس ومش قادرة اثبت والكلام ده كله، بس بالوقت مع التمرين بقيت احسن. وانت يا رنا كانت ايه الصعوبات اللي انت شخصيا واجهتيها؟ انا بالنسبه لي يعني مثلا لو ضفري طويل شويه لازم يتقص، فعشان ما يتكسرش حاجات يعني، وبنلف حتى الحركات اللي احنا شايفينها كل دي محتاجه قدر كبير جدا من المرونه ومن الليونه. بيبقى لها تدريبات لوحدها، مثلا بند الليونه لوحده بيبقى له تمارين. طبعا طبعا. طب ايه بقيه البنود اللي عندكم؟ يعني احنا بنعمل احماء، بنعمل فليكسبيليتي علشان نعرف نعمل حاجات كتير، وفتنس شوك. شوك طبعاً الكلام. وبعد كده بندخل بقى تدريبات البار وتدريبات اللي هو في النص، نفس حركات البار بتتعمل في النص. وبعد كده بقى المفروض ان الحركات دي بتتعرض بقى بعد كده في على مسرح بقى وحاجات كده. يعني لو احنا بنتكلم شايفين عرض جميل ده، مين فيكم اللي كانت في الشوط الاخراني؟ كنت انت. جميل قوي ان انت تبقي بتمارسي حاجه فيها هذا القدر من الجمال والفن، وفكره ان انت تسعدي المشاهدين، دي حاجه مش سهله. دي كانت في اخر حفله لينا. جميل. انا قاعد ساكت عشان مستمتع جدا على فكره باللي احنا بنتفرج عليه. ربنا يخليك. ان شاء الله الفتره الجايه في ايه بقى؟ بتستعدوا لايه؟ بتجهزوا لايه؟ هو احنا يعني احنا كانت المفروض احنا كل سنه عندنا حفله سنويه في يعني النادي، بغض النظر عن الحاجات اللي احنا بنخشها بره. دي كانت المفروض هتتعمل الفتره اللي فاتت، بس عشان موضوع الكورونا واللي جه وكده فتاجل، فهو المفروض على اول السنه الجديده حفله النادي هتتعمل. جميل. انت عندك استعدادات مختلفه ولا نفس الشيء؟ لا ما عنديش نفس اللي هي نفس القصه. طب علقوا لنا بقى على الصور الحلوه اللي احنا شايفينها والملابس الجميله والالوان المبهجه. ده كان افتتاح الكره الطايره لافريقيا للرجال. اوكي جميل. ده كان في النادي الاهلي في الصاله المغطاه، تسليم الشهادات بتاعتهم. بالمناسبه ومناسبه شعار النادي الاهلي المفضل والمحبب عند كل الاهلاويه، تقولوا ايه لجماهير النادي الاهلي بالمناسبه يعني؟ واحنا يعني انا بجد لحد دلوقتي يعني مبسوطه بالنادي الاهلي. اول حاجه ان هو النادي الاهلي، ثاني حاجه هو ده اللي خلاني اشوف نفسي يعني بباليه. هو لما دخلته لولاه ما كنتش هعرف كده. وطبعا الفضل بيرجع لكابتن سماح عباس ودكتور ساري عباس وساندي عباس، هم اللي زقونا، وهم دايما بيعملونا كاخواتنا، يعني اخواتنا معانا في كل حاجه، يعني في ظهرنا في كل حاجه. وطبعا هو النادي الاهلي هو السبب ان نعرف في البالي، بس هم كمان شخصيا احنا اصحاب واخوات. يعني اي حاجه مثلا بتحصل في البيت وبتاع، لا بكلمهم، يعني هم اخواتي، يعني بعتبرهم اخواتي. حلوه جدا الروح دي. عايز اسالكم على مره من المرات، مثلا كنتوا بتقدموا عرض من العروض في فعاليه فنيه او رياضيه ما، وحصلت عكوسات، في حد اتكلوز على وشه وانتوا جايين تقفوا على طبعاً. بتحصل نمر في النوع ده من الامور يعني. والناس الجمهور عامه ممكن ما ياخدش باله من الحاجات دي، بس احنا لما بنيجي بنتفرج بعد كده احنا عارفين كان في ايه بيحصل هنا وقبليها ايه اللي حصل لنا. بس ولا مره حصلت حاجه من النوع اللي الجمهور ياخد باله منها، اللي هو فضيحه يعني؟ لا، هي بتبقى حاجه بسيطه، بس اللي مركز قوي هو اللي ممكن ياخد باله منها. انا في موقف يعني معايا مثلا، كان في ثالث حفله مثلا لينا دي، انا ساعتها كان من البوانت كنت تعبانه جدا، فانا كنت قبليها عندي عرض، وبعدين العرض بتاع البوانت، فكنت طالعه اللي هو انا تعبانه جدا ومش قادره اطلع، وكنت اللي هو بفكر طب ما اطلعش عشان انا هطلع شكلي هيبقى وحش. طلعت وانا كان رجلي كانت تعبانه جدا، جت لقطه كده كنا على البوانت، فهم كلهم فوق وانا نزلت، فهي دي يعتبر هي واقعه.
يعني هي اللي يعني انا ما نزلتش عشان تعبانه، لا انا وقعت بس معي. هي بانت ان هي ضمن اطار العرض يعني. لا هي كانت بالظبط اقل من ثانيه وطلعت تاني، فاللي هو اللي واخد باله قوي اللي هو يعني المركز من جوه انا اصلا تعبانه جدا، بس هو ما بانش حتى في الفيديوهات والحاجات دي مش باين خالص. انا اول ما دخلت انا كنت يعني موجوعه جدا وبجري من الوجع ومش قادره اعمل اي حاجه، بس كل ده في الصور مش باين. انت حصل معاكي ايه بقى؟ كاتمه ضحكه كده فحسيت ان في ضيحه عدت عليك، ايه اللي حصل؟ في الحفله اللي هي اللي كان لسه معروضه دي كان في لخبطه ان انا المفروض ان انا بلبس لبس زي مايكل جاكسون وبرقص عادي، وبعد كده بروح اغير وارجع علشان ايه البس فستان زيهم وكده. المهم لقيت الدنيا زحمه بس، فبرجع بقى فالمفروض بقى الفقره هتبتدي، انا مكشره عامله ده في الحفله دي اللي احنا شايفينها دلوقتي. لا مش دي اللي قبلها. اللي في بطوله افريقيا بتبقى وحشه قوي الحاجات دي. انا مكشره إيه؟ والفكره بقى ان ايه طبعا. ان سابوا الناس كلها ومصوريني انا بس. الله يعني لو حد فيكم في يوم من الايام وان شاء الله ده هيحصل عن قريب اتقدم لك عريس اوكي ورافض فكره ان انت تستمري في ممارسه الباليه، طبعا السؤال ليكم انتوا الاثنين. لا طبعا اول لا جت من لا طبعا على طول. حتى لو في قصه حب لطيفه كده ويستحق التضحيه. ما ده حصل بالفعل بس انا ما وافقتش ما كملتش عشان كده. وانت يا روان؟ انا قبل اي حاجه انا بلعب باليه، انا قبل اي حاجه بتحصل انا بلعب باليه وبخش حفلات وبخش عروض، والباليه ده اللي انا لاقيه نفسي فيه، ولو سبته هبقى وحشه جدا ومش هينفع اعمل كده. اتقال لك ايه بقى؟ اترد عليكي بايه؟ اللي هو إن يلا مفيش نصيب ممكن او مثلا اللي هو مره واحده كده خلاص هو ده. هو احنا عندنا عطل مجتمعي في تقييم فن الباليه او في رؤيه فن الباليه ثقافات يعني في قصور في الحته دي انتوا لامسين ده مثلا ان في ناس عندها تحفظات معينه عليه يعني انت مشاهداتك ايه في النقطه اللي بنتكلم فيها؟ يعني انا ببقى شايفه حتى في اهالي شايفين اللي هو لا خلاص انتوا كبار باليه ايه دلوقتي؟ باليه ايه؟ احنا مش مجتمع باليه، ما ينفعش تكونوا بنات وبترقصوا على مسرح كده دلوقتي، لا خلاص انتوا يعني كفايه عليكم كده. بيبقوا شايفين اللي هو في ناس بتبقى عندها حته اللي هو ما فيش باليه خلاص دلوقتي، فين الرياضه؟ فين كره القدم؟ فين الحاجات اللي احنا عارفينها دي؟ بس لكن باليه ايه دلوقتي؟ دول لا يعني دول. سمعتي برضو النوع ده من التعليقات؟ طبعا كتير، وعندي صحابي بيحصل لهم كده وبيبطلوا الباليه عشان كده. طيب عايز اسالكم سؤال اخير، مين المثل الاعلى ليكم في فن الباليه على المستوى المحلي والمستوى العالمي؟ نيلي كريم. فعلا ما اقدرش اقارن صراحه، نيلي كريم نفسي يعني اشوفها حتى. يا سلام جدا. طب وانت بالنسبه لك؟ هي برضو، بس انا يعني انا من ساعه ما دخلت الباليه من قبل ما اعرف حتى من بره الدنيا وكده، انا الكباتن بتوعي هم الاساس يعني. حتى بحب اتفرج، حتى زمان بحب اتفرج على فيديوهاتهم هم الثلاثه. وعلى فكره في بطلات في الباليه او نجمات في عالم الباليه كان الباليه بشكل او باخر بوابه ليهم لدخول الفن، زي ما حصل مع النجمه نيلي كريم مثلا وحنان ترك، وقبل منها بكذا سنه كانت الفنانه نادين وحنان ترك وأكيد برضو. في ناس ثانيه ممكن تبقوا انتوا عارفينهم اكتر مني يعني. حنان ترك برضو. ما فكرتوش في حاجه زي كده في يوم من الايام تعملوها؟ لسه مش عارفه يعني. يعني بتعرض عليكم بطوله عمل سينمائي استعراضي مثلا، هترحبوا بالفكره ولا هتشوفوا ان لا ده موضوع تاني بقى احنا خلينا في اللي بنعمله؟ يعني احنا حسينا ان هي بدايه اما دخلنا مهرجان السينما اللي كان في اسكندريه ده. هو كان في فنانين كتير وكان في ناس كتير قوي حاضره، فكان بالنسبه لنا اللي هو لما نروح نجرب، وكنا حابين جدا لما رحنا ورحنا يعني احنا رحنا كذا مره يعني، كان الافتتاح وكان الختام، كنا حابين جدا. وهلا اكيد دي هتبقى بدايه لينا، وكانت بدايه حلوه بصراحه، كانت حاجات كتير يعني فيها حاجات كتير ما كناش جربناها، فلا احنا حابين كده. انا عايز اقول لكم ان انتوا نورتونا وشرفتونا، وبنتمنى لكم كل يعني الحظ السعيد اللي في الدنيا ان شاء الله، بيست اوف لك في كل اللي جاي لكم. روان ورناء اهلا بيكم دايما معانا في شاشه قناه الاهلي، نورتونا. اذا مشاهدينا في كل مكان اسمحونا نطلع فاصل سريع ثم عوده مره ثانيه لاستكمال فقرات 10 الصبح في الاهلي. اتفضل.